مرحبا بك في قصة خيالية جميلة. أرسل الله ملاكا يتخذ شكل شحات ليقدم لهم اختبارات وفرصا جديدة، وهكذا بدأت رحلة ثلاثة إخوة في اكتشاف قوتهم الحقيقية ومدى قدرتهم على التضحية والعطاء في سبيل الله. عاش ثلاثة أخوة فقراء، لم يكن بحوزتهم سوى شجرة جوافة، فكانوا يهتمون بها جدا، وكان كل يوم يحرسها شخص من الثلاثة ويخرج الآخران بعيدا عن البيت. وفي يوم من الأيام أرسل الله ملاكا ليساعدهم، وحين هبط الملاك إلى الأرض اتخذ هيئة شحات وذهب إلى شجرة الجوافة، فوجد الأخ الأكبر وطلب منه أن يعطيه ثمرة، فقطف الأخ بعض الثمار وأعطاها للشحات وقال: خذ هذه الثمار من حصتي، فأنا لا يمكنني أن أعطيك من حصص إخوتي. فشكر الملاك الرجل ومضى. وفي صباح اليوم الثاني بقي الأخ الثاني لحراسة الشجرة، وعاد الملاك مرة أخرى ورجاه أن يعطيه ثمرة، فأخذ الرجل بعض الثمار وأعطاها للملاك قائلا: خذ هذه من ثماري، أما ثمار إخوتي فلا أجرؤ على إعطائك منها. وفي اليوم الثالث بقي الأخ الثالث في البيت مع الشجرة، وجاء الملاك كما في المرتين السابقتين وطلب ثمرة واحدة، فقال: هذا الأخ أيضا إليك بعضا من ثماري، أما ثمار إخوتي فلا أجرؤ أن أعطيك منها. ظهر الملاك مرة أخرى ولكن على هيئة شيخ عجوز، وذهب إلى بيت الإخوة الثلاثة وقال لهم: تعالوا معي، سوف أقدم لكم قوة أفضل من الذي لديكم. تبع الإخوة الثلاثة الشيخ حتى وصلوا إلى سيل جارف، عندئذ قال الملاك للأخ الأكبر: أطلب وتمني. فقال الرجل: أتمنى أن تتحول هذه المياه كلها إلى عصير ليمون ويكون هذا العصير لي. رسم الملاك علامة في الهواء بعصاه، وفي غمضة عين راح العصير يتدفق بدلا من المياه، وعلى ضفتي النهر كان يوجد مئات البراميل والرجال الذين يعملون تحت أمره. ترك الملاك الأخ الأكبر قائلا له: هذا كل ما اشتهيته، اعتني بنفسك. بعد ذلك قال الملاك للأخ الأوسط: أطلب وتمنى. فرد الرجل: أتمنى لو كان هذا الحمام كله خرافا وتكون هذه الخراف لي. ومن جديد رسم الملاك بعصاه علامة في الهواء، وفي الحال تحول كل الحمام إلى خراف، وكان هناك آلاف الخراف بالإضافة إلى مئات الرعاة تحت أمر الرجل. وفي النهاية قال الملاك: هذا ما تمنيته، فعش حياتك. ذهب الملاك مع الأخ الأصغر وقال له: أطلب ما تريده. فقال الرجل: لا أتمنى أي شيء سوى أن يهبني الله زوجة تقية وطيبة. فرسم الملاك في الهواء بعصاه، فظهرت في الحال بنت جميلة وطيبة، بعد ذلك زوجهما وأخذهما إلى الغابة وعاشوا هناك. بعد فترة من العمر أرسل الله الملاك مرة أخرى وقال له: اهبط وانظر كيف يعيش أولئك الأخوة. هبط الملاك إلى الأرض كما في المرة السابقة في هيئة شحات، ومضى إلى الأخ الأول الذي يمتلك سيلا من العصير وطلب كأسا من العصير، لكن الرجل رفض أن يعطيه قائلا: لو أعطيت كل من يطلب كأسا من العصير فسوف أضيع كل ما لدي. وحين سمع الملاك ذلك رسم بعصاه علامة في الهواء، فبدأ السيل يتدفق بالماء كما كان في البداية. وقال الملاك للأخ الأكبر: هذا لم يكن لك، عد الآن إلى شجرة الجوافة لتحرسها. بعد ذلك مضى الملاك إلى الأخ الأوسط صاحب الحقل المليء بالخراف، ورجاه أن يطعمه قطعة لحم صغيرة لأنه جائع، لكنه رفض قائلا: لو أعطيت كل واحد قطعة لحم لما بقى لدي شيء منها. وحين سمع الملاك ذلك رسم علامة بعصاه في الهواء، فتحولت كل الخراف إلى حمام وطار بعيدا في الحال. ثم قال الملاك للأخ الأوسط: ذلك لم يكن لك، اذهب الآن إلى شجرة الجوافة لتحرسها. أخيرا مضى الملاك ليطمئن على حال الأخ الأصغر، فوجده مع زوجته في الغابة يعيشون عيشة فقيرة في كوخ صغير، وأخبرهم أنه جاء من رحلة طويلة وترجاهم أن يسمحوا له بقضاء تلك الليلة عندهما، فاستقبلاه بترحيب عظيم. وقال الرجل له: أعتذر لك لأنني لا أستطيع أن أخدمك كما ينبغي، فنحن فقراء جدا. فرد الملاك: لا تبالي، سوف يرضيني ما لديك كل الرضا. عندئذ طلب الرجل من زوجته إعداد رغيف خبز ووعاء من الماء للضيف، وبعد قليل وضع الزوجان أمام الملاك الخبز ووعاء ممتلئا بالماء، فقال الملاك: هيا لتأكلوا معي. فكذبوا عليه وقالوا إنهما أكلوا منذ قليل حتى لا يشعروه بالحرج. فرح الملاك كثيرا بسبب كرم الزوجان ومكافات لهم. قام الملاك بلمس الكوخ بعصاه فتحول إلى قصر كبير به كل شيء من حيوانات وخدم وعمال. بعدها بارك الملاك الأخ الأصغر وزوجته وغادر، وعاش الزوجان في سعادة وهناء في باقي أيام حياتهما.